نتابع معكم مشاهدينا هذه الحلقة من كلام بيروت مع النائب الدكتور عماد الحوت. دكتور الحوت، بصحيفة النهار عم نحكي بالسياسة، انتخابات بلدية، انتخابات نيابية وبالرئاسة. نعم، طلع كلام بالرئاسة أيضا، وبالتالي حول موضوع ترشيح الوزير الفرنجية من قبل الرئيس الحريري، ومن ثم ترشيح الجنرال العام قبل دكتور جعجع، والكلام أيضا مجددا اللي قاله الوزير ريفي حول موضوع ترشيح العماد جواجي حسب المرحلة. موضوع الرئاسة هو قبل النيابة، الكلام يلي بيطعم يطلع هلا يشير إلى هذا الموضوع. هلا النيابة هي بروفا إذا بدك بشكل، عفوا البلدية هي بروفا بشكل أو بآخر لكل هذه الاستحقاقات، سواء النيابية أو استعراض العضلات الرئاسية. لكن نكون واقعيين، اليوم الثنائي المسيحي أثبت أنه هو ليس الرقم واحد على الساحة المسيحية، أو إذا كان الرقم واحد فبشيء بسيط جدا. وبالتالي ما حدا بيقدر يدعي أنه هو يمثل الرئيس القوي، وأنه المسيحيين بالنهاية بدهم رئيس للجمهورية، لكن مش بالضرورة الشخص الفلاني كرئيس للجمهورية. فالانتخابات البلدية إجت كشفت هذا الخيار، وبالتالي الآن صرنا بدنا نحكي بالانتخابات الرئاسية من هذا المنطلق. رح نتابع معك دكتور حوت، ولكن مثل ما ذكرنا معنا عبر الهاتف مباشرة مع الوزير البروفيسور إبراهيم نجار. صباح الخير مع الوزير. صباح النور استاذ سلمان، واسمح لي سلم كمان على سعادة الدكتور عماد الحوت. صباح الخير دكتور. زمان ما شفناه، وكانت دايما مؤازرته حلوه كثير بلجنة الإدارة والعدل. الله يخليك. نعم. شكرا لك. مع الوزير، يعني عم نحكي بكل ما يجري بالداخل والسياسي، موضوع المحكمة الدولية ووفاة مصطفى بدر الدين، المحكمة كانت طالبت بوثائق تثبت هذه الوفاة، أرجأت جلساتها ثم تابعت هذه الجلسات، وبالتالي تقول موضوع الوفاة أنه شهادة لا تكفي، يريدون دليل. من خلال عمل المحكمة شو ماذا يمكن أن يقال مع الوزير؟ هلأ ما في شك أنه بالمحاكمات الجزائية بكل أنحاء العالم، لما بيتوفى المدعى عليه أو المتهم تسقط المحاكمة والملاحقة بحقه. مشان هيك أهمية إثبات وفاة مصطفى بدر الدين. هلأ لأول وهلة مصطفى بدر الدين توفاه الله على الأراضي السورية. ولأول وهلة كمان فينا نقول أنه هو توفاه الله على المذهب الشيعي يعني الجعفري. وبالتالي يتعين على أي محكمة أنه تحيل الموضوع إلى القانون اللبناني وإلى المراجع الإدارية والقضائية اللبنانية لحتى تستثبت وفاته من المصادر الصالحة في لبنان. مطلوب من المفروض، بحالة من هالنوع أنه مثلا النيابة العامة في المحكمة الخاصة أو أي طرف آخر، كمثلا المدعى عليه يعني مكتب الدفاع، أنه يطلبوا من النيابة العامة التمييزية في بيروت لحتى هي تجرب تفتح تحقيق وتلاقي كأنه فعلا أولا توفاه الله بأي تاريخ، كأنه هالشي صحيح. وبالمبدأ لأني قريت أنا المخالفة تبع الأستاذ ميشلين بريدي امبارح، بالمبدأ ما حدا بيقدر يقول انه يعني الوفاة ثابتة ثبوتا تاما. مع الوزير، ذكرت انه حصل يعني الوفاة بسوريا، وبالتالي المطلوب من الحكومة اللبنانية ان تقدم اثبات بالوفاة، ام تطلب من سوريا اثبات بالوفاة، ام من اهله او من الحزب، من مين؟ منين المصدر؟ هلا النيابة العامة التمييزية بدها تفتح تحقيق، وما بشي ما في شيء بيمنع انه تطلب من السلطات السوريه شهاده وفاه، او اذا هي ما فيها تاخذها على الاقل تستصدر اثبات على حصول الوفاه لحتى على اساس هالشيء يبنى على الواقع مقتضاه. بس ما فينا نحن نجي نقول انه لانه طلبنا الدي ان اي من الكويت او طلبنا الدي ان اي من السلطات السورية، أو بعد ما كشفنا بعيد من هون على رفاته ما فينا نثبت هالشيء، أو فينا نثبت هالشيء. يعني هذا ما فينا نتركه موضع يعني أخذ ورد. مفروض أنه عادة
يحولوا هالموضوع للقانون اللبناني. وبتعرف حضرتك انه بالقانون اللبناني كونه توفى على المذهب الجعفري مفروض بالمحاكم الجعفرية تصدر قرار حصر إرث، وبالتالي هالقرار هذا بيكون هو الإثبات على الوفاة وعلى كل المواضيع المتعلقة بالإرث. ولكن شهادة الوفاة ما بتنعطى إلا مرة واحدة، ما بينعطى إلا شهادة واحدة، عادة بيعطوها للأهل، عادة كل من له مصلحة أو صفة بيقدر يطلب استصدار قرار حصر إرث من المحكمة الجعفرية. في حال ولذلك نعم تفضل. نعم، ولذلك بفتكر أنا أنه أحسنت المحكمة لما قررت بأكثريتها أنه لازم تتابع المحاكمة، وبفتكر أنا أنه في شوية تسرع، بدون ما أني أنطيد حدا عم نحكي قانون، في تسرع من أنه نقول شفناهم عم بيقبنوه، شفناهم عم بيعملوا خطابات، شفنا فلومة تلفزيونية، وبالتالي نحن منأكد أنه توفاه الله. نعم. وبركي ما توفاه الله، مين بيعرف؟ يعني في حال عدم الإثبات تبقى المحاكمة قائمة؟ نعم، تبقى سارية. نعم. نعم. وفي حال كان حزب الله معه شهادة وفاة، وسيد نصر الله كلامه كان واضح. حزب الله كمرجع يعني كشخص معنوي ما له حق بالقانون عم بحكي ياخذ شهادة وفاة. اللي بياخذوا شهادة الوفاة بده يعطوها للأهل. الأهل نعم. إيه؟ عادة. طيب ما هو قيادي بالحزب، وبالتالي من يحصل على شهادة قد يكون الحزب. ما بفتكر إنه له الحق قانوناً إنه هني يمسكوا شهادة الوفاة. النيابة العامة التمييزية فيها تفتح تحقيق، من خلال التحقيق فيها تثبت إنه صار في وفاة بدون ما يكون في شهادة حصر إرث ولا شهادة وفاة، لأنه هيدي واقعة مادية. ولكن بالمبدأ مفروض، لأنه توفاه الله على الأراضي السورية على ما قيل، إنه السلطات السورية هي تعطي شهادة الوفاة لذويه، أو إنه النيابة العامة التمييزية تكفي بتحقيقاتها. ولكن على علمي بعد لحديت هلا ما اجاها شيء النيابة العامة التمييزية، بعد ما وصل لها شيء. باختصار هذا يؤثر على مسار المحكمة في حال حصول على إثبات أو عدم حصول الإثبات؟ لا، مفروض طالما لم تثبت الوفاة أن تتابع المحكمة إجراءاتها كالعادة. شكرا لك مع الوزير البروفيسور إبراهيم نجار، وطبعا يعني بكون حلقة مباشرة بنحكي عن كل شيء وبنحكي سياسي، وحضرتك نعرف هذا الرأي اللي عندك الشفاف والواضح. شكرا جزيلا على هذه المداخلة، بعتقد أعطانا صورة دقيقة. يعني بروفيسور نجار كعادته دقيق جدا باستخدام المصطلحات. نعم، وبالتالي حطنا أمام خيار واضح يعني فيما يتعلق باستمرار المحكمة. حكينا دكتور حوت بموضوع الرئاسة، وبالتالي كأنه الأحجام، وقيل بالعملية الانتخابية بالبلديات الأحجام وإثبات الوجود، هذا يؤشر من يقرر بالرئاسة، مين بيكون له اليد الطولة بموضوع قانون الانتخاب. أيضا ذكرت أنه لا، مش الكل كان ربحان، يعني حتى الانتصارات ما كانت هالقد كبيرة لتعطي الصلاحية لأي فريق ليقرر في هذه الأمور. يعني بالآخر لعبة الأرقام بورصة، فيها صعود وفيها هبوط، وبالتالي مش مصلحة أي فريق أو أي مرشح رئاسي يدخل على لعبة الأرقام بالشارع، لأنه هي بتتحرك بتتغير، وشفنا بالانتخابات البلدية أنه كيف هالأحجام عم تتغير. أنا بقناعتي أنه الآن إحنا لازم نفكر بعقلانية أكثر. هالفراغ هذا لا يمكن أن يستمر، ولا يمكن التعنت والإبقاء عليه مشان شخص كائنا من كان هذا الشخص، خاصة أنه ما استطاع أن يثبت أنه هو الأقوى أو أنه هو القوي الوحيد. حتى تكون دقيق، هو قوي لا شك، لكن ما أقدر أثبت أنه هو القوي الوحيد، وبالتالي ليش أنا بدي أعمل حصرية الترشيح؟ فليكن هو مرشح من ضمن المرشحين وننزل جميعا على المجلس النيابي، وإذا فعلا هو القوي فليثبت ذلك بالمجلس النيابي. هذا ما قاله الرئيس الحريري، ينزل وينتخبه. هذا المنطق الطبيعي للأمور. يعني إذا هو شعبيا ما أقدر أثبت أنه هو القوي الوحيد، والدليل أنه حاولوا يلغوا كتير قوى، يعني معركة تنورين مثلا اللي حاولوا يلغوا فيها الوزير بطرس حرب وفشلوا،
وبالقبيات حاولوا يلغوا زميلنا هادي حباش وفشلوا. وبالتالي هذا يعني انه منه القوي الوحيد، هو قوي لا شك بس منه القوي الوحيد. يعني عم بتقول التحالف القوات العونه هدفه الغاء الاخرين ليقول انا هون؟ لا، بعض اني بيقولوا لا مش هيك، يعني بعض من في التحالف يطمح الى انه والله يكرر مثل ما صار مع الاستاذ دوري شمعون، طلعوا لعنده وطلعوا على قبيات، هيك صار الموضوع بكل المحلات، صار هيك بكل المحلات عمليا صار هيك. وبالتالي ما حدا بيقدر يقول انه لا، ما انا مؤشر انه في عمليه تفرد بالشارع المسيحي وما نجحت. رابطين لنا على الكوع بالانتخابات النيابيه، لانه الانتخابات على القضاء بيختلف الموضوع. الشارع المسيحي له ميزه الحقيقه، انه متنوع، وهذا التنوع انا بعتبرها ميزه ايجابيه لانه تتيح الى اكبر قدر ممكن من الراي والراي المضاد. كلام الوزير انه هذا المشنوق امبارح انه حول ترشيح فرنجيه كما جاء بالنهار هو كان لاستيعاب حزب الله، حكى عن السياسه السعوديه في لبنان، وتحدث عن موضوع يعني ما يجري على الساحه السنيه اذا صح التعبير، في شيء تغيير بتشوف في هذا الكلام؟ لا ابدا. بمعنى انه ما زال الموقف السعودي على ما هو عليه، ما زالت ترشيحات من هنا او هناك، عمليه مناوره لكسب الوقت، بس عمليا ما في اي مبادره جديه للاسف. كلامه عن ترشيح الوزير الفرنجيه او حتى الترشيحات هو مش موضوع داخلي فقط، في توافق سعودي امريكي بريطاني، مش توافق، قال هذا يعني لا، في اتصالات في بالجو. صحيح، يعني الوزير المشنوق كان كثير دقيق بالتعبير. ما كان في توافق، كان في تخوف لما حكي عن الفيل والدكان او محل الزجاج. انه في تخوف انه اذا رجع حزب الله على البلد يفجر البلد. طيب انا كيف بمنع هذا التفجير؟ بجيب له رئيس للجمهوريه يعني يعطيه ضمانات. نعم، انا برايي هذا منطق خطا، لانه انا حضلني كل عمري كلبناني متخوف من تفجير البلد، وبالتالي يعني حضلني عم بعطي تسهيلات على حساب البلد. انا برايي هذا المنطق اصلا منطق خطا ان نلجا اليه. انا كنت اتمنى لو كان فعلا الاختيار للوزير الفرنجيه لما فيه من صفات، وفي صفات كثيره ايجابيه وفي صفات سلبيه. هلا اكيد مو يعني بس انه والله اني اختار الوزير الفرنجي لاعطي ضمانات لحزب الله، اولا هذا بيصغر الوزير الفرنجي. لانه صار مجرد ضمانه، ما عاد شخص، وبالتالي ما عاد رئيس جمهوريه. ثانيا يعني انا لامتى بدي ضلني اسير هاجس الخوف من السلاح؟ انا باعتقادي انه آن الاوان ان نواجه هذه الحقيقه مره اخيره، ولو كلفتنا مؤقتا شيء، بس آن الاوان انه حزب الله يعرف انه سلاحه ما عاد بخوف، وانه اي تفجير بده يعمله بهذا البلد بيطاله قبل ما يطال غيره. لما بلجا لهذا المنطق بشكل مباشر وما بروح للعبة التسويه، لانه يلي قاعد ببريطانيا وطلع بالفكره قاعد بعيد عن الواقع اللبناني، اخر همه انه لبنان كوطن ينتظم. كان في حرص انه بسد هذا الفراغ، انه انا بحل لازمي مشكله، لانه انا هلا ما بدي مشكله اضافي، بس مش لانه بده لبنان، لانه ما بده مشكله اضافي. لا، انا بدي لبنان. نعم، بدي لبنان اللي حزب الله شريك فيه، والقوات اللبنانيه شريكي فيه، وسعد الحريري وتيار المستقبل شريك فيه، وكل وعون شريك فيه، والجماعه الاسلاميه شركاء فيه. انا بدي لبنان الوطن خلص ينتظم، ما ضلني عايش هاجس الخوف لا من سلاح حزب الله ولا من غير هاجس اخر، وبالتالي ضلني عم بعمل تسويات تسويات تسويات. نعم، عدم انتخاب رئيس ووصلنا للانتخابات النيابيه، شو بنعمل؟ المعضلة هون، بس أنا بعتقد أن حنكون مضطرين أن نجري انتخابات نيابية بدون رئيس جمهورية، ولا رايح على فراغ كامل من مدد من عمل رئيس. ما بعرف إذا المواطن اللبناني بعد حيسمح بالتمديد. ما الحجة أنه عندنا رئيس جمهورية بالدستور بتخرب كل المؤسسات. صح صح. طيب، صح، بس في مين بده يوصلني لهون؟ بده يوصلني لهاللحظة هاي. مين هو؟ حزب الله بده يوصلني لمؤتمر تأسيسي، بده ضماناته تكون بالدستور، بده ياخذ حصته من اللي هو شايفه من البلد بالدستور، وبالتالي بده يخليني مكرس المحاصصه الى ما لا نهايه. ما فيك تنتخبوا رئيس اذا ما كان كل مشاركين ومنهم حزب الله. شوف، بلحظه من اللحظات الرئيس بري هيك يمكن مرقت مريئه، طرح مبادره الرئيس بري واكثر من مبادره، لا ومره بلحظه مرقت مريئه انه انا مستعد اروح للنص زائد واحد اذا كان ضل الوضع هيك. ما بعرف اذا كان بعده مصر على هذه المبادره. كانك تقول بلحظه ما قد يحصل انتخاب رئيس. انا باعتقادي انه في مناخ اقليمي دولي لن يسمح بانهيار المنظومه اللبنانيه كامله. وسيحصل تسهيل بمكان ما لاعاده تركيب هذه المنظومه.
بدي اختم هذا كل شيء يدور حول السياسه لارجع لموضوع سد جني وقضايا الناس ومجلس الوزراء، ولكن الجماعه الاسلاميه شو صار معها بطرابلس؟ لا استقال زي ما نقول المسؤول ايهاب نافع، ما صار شيء ابدا، نحن فتنا بتحالف. هذا التحالف خسر. المسؤول السياسي بطرابلس قال انا بدي اعبر عن تحملي جزئيا المسؤولية للمسؤولية، فأنا حأستقيل بكل روح ديمقراطية. القيادة الآن عم تدرس هذه الاستقالة لأنه بالآخر هو ما بيتحمل المسؤولية، لأنه فعلا العمل ما كان على المستوى المتوقع منه للجماعة. خليني أكون صريح، النقاش داخل الجماعة كان في رأيين. في رأي بيقولوا نحن نفوت بالتحالف لنحافظ على وحدة نسيج المدينة وإلى آخره، وفي رأي بيقولوا نحن فينا نطلع ونقعد على جنب وخلي المدينة تأخذ مسارها بشكل طبيعي. بالاخر بالتصويت وبالنقاشات ربح الراي اللي بيقول نحن خلينا نفوت بالتحالف. نعم، لان فتنا بالتحالف ولم ينجح مرشحنا. أيه. المسؤول السياسي تحمل مسؤوليته وقال انا بدي اتحمل المسؤوليه واستقيل. القياده عم تدرس الاستقاله وغالبا حترفض له اياها. استاذ روبير فاضل قدم استقالته لانه لا، استاذ روبير فاضل له موضوع ثاني. أيه يعني، وانا كنت بتمنى لو ما قدم استقالته بهذا الشكل. انا حقيقه كنت بتمنى عم يرفع صوت، عم بقول يرفع صوت على اي شيء. فرح عيسى المرشحه الطرابلسيه، انا برفض ان يسميها المرشحه المسيحيه. أيه. المرشحه الطرابلسيه من الديانه المسيحيه أخذت أكثر من كثير من المرشحين المسلمين. أخذت أكثر من عمر الحلاب اللي كان مرشح يكون رئيس بلدية. أخذت أكثر من مرشح الجماعة الإسلامية. معنى ذلك أنه الطرابلسيين عطوا ومميزوا بين مسلم ومسيحي. هاي معركة انتخابية ديمقراطية، خلينا ناخذها على الإطار الديمقراطي الإنمائي. يعني أنا بشوف أنه مش مناسب أبدا كنا نستخدم هالخطاب الطائفي اللي حتى المسيحي ما عاد قبل. لكن مجلس بلدي بده يكون من كل نسيج المدينة مثل ما صار ببيروت، وبالتالي بصير في خلل ما بالعمل. نسيج المدينة مناطق، مش شرط يكون ديانات. انتم كمان عندكم عم تدرسوا النتائج والتداعيات للمرحله المقبله؟ طبيعي، وعم نستخلص منها دروس وعم نغير من على اساس رؤى، وطبعا مثلنا مثل كل القوى السياسيه. نعم. احنا عم ننتقد انفسنا قبل ما ننتقد الاخرين. نعم. بموضوع الحكومه يا دكتور حوت، غرقت بالسد او انه لا حتطلع منه؟ بعتقد غرقت، او بالاحرى يعني السد انا قناعتي انه ما بيمرق الا اذا صار في ضغط تهديدي بشكل او باخر. لانه في دراسات موضوعيه علميه بتقول انه هذا السد غير قابل للانتاج. نعم. صحيفه المستقبل تقول انه كان في كلام تقني بمجلس الوزراء. نعم. بهذه الجلسه صح. كل الوزراء تحولوا الى تقنيين والكلام هو بالسياسه، وبالتالي من هون ما قدروا وصلوا الى قرار. علما الوزير جبران باسيل بيقول هيدي قضيه وطنيه والسد رح يمشي. لا، مش قضيه وطنيه، هيدي قضيه فيها جانب فساد، وفيها جانب انه انا بدي نفذ، انا متنفذ قادر اني مرق اللي بدي بهالدوله، وبالتالي يا مسيحيين الجأوا لي انا مرق اللي ما ممكن انه يمرق. انا مرق سد في تقارير علميه من خبراء اجانب بيقولوا انه أرضيته صخورة متشققة وبالتالي ما بتجمع مي بالشكل الكافي، ممكن وهذا الحجم من المال اللي أنا عم بصرفه. ايه. وهذا الحجم من تدبير البيئة اللي أنا عم بعملها، كل هذا ما حينتج كمية مي مكافئة، فضلا عن الخطر على المحيط من القرى إذا هذا السد ما قدر تماسك. هو الكلام أنه عن كمية المياه التي ستؤمن إلى بيروت ولجبيل، وبالتالي من يقف بوجه مشروع انمائي؟ ما هو مشروع انمائي؟ هون الكلام بالسياسه. اليوم لماذا فريق عم بيوقف قدام مشروع لانه الوزير جبران باسيل ابدا ماشي ابدا فيه؟ ابدا نرجع لانه مشروع انمائي، بالمشروع الانمائي في عنصرين، في النتائج وفي الكلفه. النتائج التقارير بتقول انه هذا ما بيجمع مي كافي، وانه ميته بتفوت ترجع لباطن الارض بسبب التشققات الارضيه بتاعته. قد ما عملت معالجات وقد ما عملت حمايه، طبيعه الارض الصخريه بتتشقق، والكلفة فيني أنا أوصل نفس كمية المي لبيروت بكلفة أقل من هيك بكتير، مش أقل من هيك بعشر مرات. فإذا عم بحكي إنماء، لا النتائج على مستوى المشروع ولا الكلفة على مستوى المشروع، هذا بيطرح علامات استفهام. طب فإذا شو خلفية المشروع إذا هيك؟ طب بس بالآخر بدنا نعمل مشروع مائي، في أكثر من مشروع، في أكثر من حل، مش هذا هو الحل الوحيد. التمسك بهذا الحل بيطرح شبهات. أنا برأيي لا، الأصل بمجلس الوزراء يناقش مختلف الخيارات لتأمين المياه لهذه المناطق. طب لماذا الاختلاف بالدراسات التقنية عند هذا الفريق الرافد وزارة البيئة وغيره من الأفريقاء، وعند الوزير باسيل وغيره من الأفريقاء عندهم دراسات بتقول أنه لا تقنيا ماشي الحال؟ يا سيدي، الشركة الأجنبية اللي عملت الدراسة عملتها بناء على طلب الوزارة.
طيب. مش من تلقاء نفسه. طيب بالتالي الوزاره اللي عامله هذه الدراسه واللي طالع فيها انه ارضيه السد مشققه وبالتالي لا تستطيع انه تخزن مياه بشكل كافي. هذه دراسه الوزاره عاملتها او طلبت من شركه اجنبيه انها تعملها. فانا ما بقى فيني كمان اني اروح ابعد من انه تقرير صادر عن شركه كلفتها وزاره الطاقه والمياه. ولكن في موضوع شعبي، في موضوع ناس. بكره الوزير باسيل بيقول انه ايه اوقفوا لكم مشروع انمائي بالمناطق الثانيه عم ينعمل عندنا، ما عم ينعمل. لا اولا هذا منه انمائي، يعني هذا ما بيخلق وظائف للناس، هذا ما بيعطي حركه اقتصاديه للناس، هذا بجيب مي. اذا بده يجيب كميه قليله من كهرباء ومي لا ما بيجيب كهرباء مثل ما كان متصور. لا مش صحيح، هو خزان مي للري والسقايه وبس، مش اكثر من هيك. وبالتالي هذا ما بيجيب للمنطقه لا فرص اقتصاد ولا رخاء ولا شيء ابدا. هذا حل لمشكله المي. اذا كان كميه المي، في دراسه تقنيه بتقول انه كميه المي عاليه جدا وانه الضرر البيئي متدني جدا وانه الكلفه معقوله، خلص خلينا نمشي بسجنه. بس حتى هذه اللحظه كل التقارير بتقول غير هيك. انا عم ناقش تقارير تقنيه، انا ماني عم ناقش سياسي الان. بكره في حال طلع مشروع باي منطقه اخرى، يمكن طياري عارض لانه ما عملتوا لنا هالمشروع، وبنفوت بهذا الجدل. صح، بس بيكون ساعتها ما عم يناقش انماء، بيكون عم يناقش سياسي، وبالتالي بالسياسي، وبالتالي ببرهن انه هو زبائني وليس انمائي. رح نتابع معك دكتور حوت القسم الاخير من كلام بيروت. ابقوا معنا مشاهدينا. We'll be right back.